نرحب طبعا ضيفتنا مثل ما قلت ونوهت انه هي من عائله فنيه مرموقه ومشهوره بالعراق، عائله الفنان جواد سليم، السيده ريا نزار سليم. يا اهلا وسهلا بك. اهلا بك. وبدايه شكرا انه لبيتي دعوتي حتى تظهرين، هذا اول ظهور لها يعني في شاشه عراقيه وعربيه، فشكرا جزيلا. انت شكر لك، يعني خليتينا هيك نحس حبيبتي، فخر لنا. الله يخليك. طيب اول ما اقول جواد سليم وانت واحدة من يعني هو عمك، فالناس ريت تعرف شويه عنه، لانه الناس تعرف النصب الحريه، هذا النصب اللي هو رمز للحريه في العراق. صح. هو يعني من تنفيذ الفنان الراحل جواد سليم. صح. فنتكلم عن جواد سليم بداية شوية، وبعدين نسلط الضوء على نزار سليم اللي ما أخذ حقه إعلاميا إن شاء الله. هو طبعا جواد سليم يعني كلهم بيعرفوه، نحات. نعم. موسيقار أيضا. يعني كان يدق على الجيتار. جيتار. هو يعني ما شاف النصب الحرية وقت ما نصبه، يعني ما لحق. هو صغير يعني 41 صغير. إيه. كان بعد آخر الفترة من يعني نحطه للنصب. نعم. هلأ هو عنده زوجته لورنا. نعم. لورنا سليم اللي هي إنجليزية، وتعرف فيها بخلال دراسته بإنجلترا وبإيطاليا، وهي فنانة كمان. نعم. بأي مجال فنانة؟ هي فن معاصر. رسم. نفس الشيء. رسم. رسم. وكتير أخذت الرسوم البيوت البغدادية. نعم. يعني تأثرت أكيد. تأثير يعني قوية. نعم. تأثيرات يعني قوية. أكثر. نعم. رسوماتها كانت الرسومات البيوت البغدادية القديمة. نعم. هلأ هي ساكنة بويلز. نعم. وموج يعني عنده بنتين. بنتين. أي مريم وزينب. ولهم اهتمامات بالفن. هم لا بس هم يعني مهتمين بفن، وديسوون الاركايف لابوهم يعني ديسوون ارشيف. ارشيف. اي. وهم متابعين شغله وشيء حلو. ان شاء الله اليوم ديشوفونا ان شاء الله. تحيات لهم طبعا. طيب نجي على ريا نزار سليم. نزار سليم ايضا لا يقل شانا عن جواد سليم، هو فنان متعدد ومتشعب. هو بسكت. نحات. هو رسام، يحب الموسيقى، يرسم يعني في كل المجالات، إضافة أنه هو دبلوماسي. صح. أي. صح. فاليوم شلون نريد نعطي حق الوالد أيضا ونشوف أنه هو أيضا عنده الكثير حتى يعني نعرفه، نتعرف عليه أكثر من خلال بيتر. إن شاء الله. هو يعني نزار سليم مواليد 25 يعني بأنقرة كان. نعم. والوالد الجد يعني محمد سليم هو كمان كان رسام. فهم كلهم نشأوا ببيت فن. فني. ومن صغرهم يعني في الأربعينيات كان يكتب الوالد. وكان يكتب بالمجلة اسمه الصبا. اللي هي مجموعة ناس يعني كانوا بأمرهم، اللي هو في السيد عدنان رؤوف والوالد وجواد أيضا كان مهتم فيها يعني. وكان يوزعوها كتابيا. كلها كان مكتوب مع رسومات مع اشعار. في قصص مقتسبه. نعم. مترجمه. نعم. وفي قصص من عندهم. نعم. يعني هم حاطيها. هم يعرفوها. يعني هي موجوده مثل ما هي. يعني ان شاء الله احنا نفكر بالكتف يوم نقدر موجوده عندكم بال اي موجوده مو كامل يعني هم تقريبا ثمان اجزاء اديشنز. اي اديشنز. يمكن احنا عندنا اثنين ناقصين منهم. بس موجودين. بس حلو انه محتفظين بها يعني. طبعا يعني طبعا هي يعني اختي ربا واحنا حاولنا نعمل اركايف. هي مو كلش سهله. بس بابا كان كلش مرتب. يعني فكل شيء عدنا اياها حريص انه حريص كان. نعم. هو اللي كان كاتب وشاعر. نعم. وعنده قصص. يعني في منهم هو يعني صار published. published. يعني طبعها. طبعها. وفي منهم قيد الطبع. يعني وان يعني أهنا يعني قسم ما كمل طباعتهم او ما طبعهم لا اصلا. ما نشرت. ما نشرت. هي هاي الكلمه. ما نشرت. بعد. طب منو اول فنان بالعائله؟ يعني هو الوالد كان هو يكتب اول فنان. اول من بدا يرسم، اول من بدا انه يعني موهبته تتوضح بشكل كبير بمجال الفن. من المدرسه. من المدرسه هو الفنان كان جدي محمد سليم. وحتى بيبيتي
يعني أنا سمعت إنه كانت تسوي بإيدها من الطين لعب. يعني فهم الأساس كان الأب يعني الجد جدي وكلهم ترعرعوا يعني نزيهة اللي هي عمتي همنا فنانة ودرست بالسبون بباريس يعني ودرست لآخر أيامها بالأكاديمية وجامعة الفنون الجميلة فكلهم كانوا كل العائلة كلهم بالفن كلها أي كلهم بالفن طيب يعني في صور خلينا نشوف صور وعلقنا عليها أكيد فيها ذكريات ومعلومات إحنا ما نعرفها هي هاي دي من الكتاب للوالد وفيها من المناسبات والمعارض اللي تمت يعني بوقته هو ببغداد نعم لأن هو كان بالخارجية من الخمسينيات للسبعينات ورجع العراق نعم واشتغل كمدير عام للفنون فنون في نعم. في دارة وزارة الفنون نعم. وزارة إدارة الفنون وآخر منصب هذا هو لازم بالمغلوب هذا هو وأهنا يعني هاي يشبه جواد سليم بيشبه كلهم يشبهون بعضهم كلهم تقريبا أصور الفورهيد هذا كلش هذا أبويا يعني الكاريكاتور الرسم النحت الكتابة كل هذا هو مسوي كاريكاتور على نفسه على نفسه إنه كل هذا الأشياء كلها أي هذا بس هاي هنا كنت بالموسيقى والبالية هو كان فترة مدير عام بيها يعني إنه كل الوقت هي هاي حياتنا هاي تذكرين الصورة أولاً أي سنة؟ هذا كانت يمكن بالثلاثة وسبعين أو أربعة وسبعين نعم 74 أي هذا كله مال في صور تجمعها مع شقيقة جواد سليم؟ أكو وأكو للعائلة وأكو للجد يعني هسه تطلع يعني نشوف بعد صورة مور حتى نشوفها أنت شفتي عمك جواد سليم؟ لا أبداً أبداً ما لا 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 إحنا كنا وقتها بسويد هاي الصورة ألمان؟ لا هذا الطرف الألماني طبعاً والدتي رايا ألمانية أي هاي بيبيت يعني بيبيتي الألمانية وهاي أختي ورشاد أخويا هاي من كنا على الطريق للسويد يعني لأن جواد سليم تزوج إنجليزية ووالدك تزوج عراقية؟ والدي تزوج ألمانية. تزوج ألمانية. وحضرتك متزوجة؟ لبناني. لبناني. يعني يعني واضح إنه لأن بعض هذا هو الراحل نزار سليم. إيه هذا الوالد من كان صغير. هاي يمكن وقت الأربعينيات وقت ما كانوا يكتبون بالصبا وبال. نعم. كان عندهم نشاط يعني. نشاط. إيه دائما النشاط كان موجود. يعني وكانوا هو فترة. درس بالفن بعدين راح دخل على المعهد هاي الصورة هذا جدي وهذا رسمة جدي هو سواها نفسه سيلف بورتريت هو رسمها هو رسمها اوكي سيلف بورتريت لجدي يعني الحاج سليم والدك ايضا بالبيت من زرتش كان راسم الصورة اي كلش حلوة ما اعرف موجودة ضمن الصور لا لا يمكن حطيتها يمكن حطيتها من كان عمرك 17 18 اي كان شعرك اسود طب منو بالصورة الصورة جواد على الشمال نعم. وعمي سعاد اللي هو همينا فنان وكان بالكاريكاتير من أول من سووا بدوا الكاريكاتير نعم. اللي صغير هناك فوق أبويا نزار والهناك رشاد الطفل نزار أبوك وهذاك رشاد عمي الكبير دول يعني ثلاثة هم عمامج؟ إيه. طيب. هو رشاد توفى كلش صغير همينا كان مجوز واحد سورية طيب يعني عائلة جواد سليم الآن كلهم يعني كلهم برا كلهم بإنجلترا كلهم برا متواجدين بإنجلترا وهاي الصورة هاي الصورة قديمة هاي كلش قديمة هذا جدي وبيبيتي نعم وعلى اليمنى أبويا وعمتي نزيهة وعمي جواد هي كلش قديمة قديمة إيه بس حلو إنه بذاك الوقت يأخذون صور شوف إحنا اليوم 2019 هاي الصور موجودة يعني يا ريت كان حط لك أكثر صور يعني الحياة كانت كلها يعني يأخذون صور طبعاً يوثقون كل شيء يوثقون ويكتبون هاي الصورة شنو هاي شوية ضحك هاي إحنا بس وصلنا على بغداد من برا نعم فأبويا طلب كلنا هيك ننام هاي أمي وأبويا وأخوي اللي صغير وأني هاي بالسبعينيات رجعتوا؟ هاي بالسبعين 1970 71 ومن أخذ لكم الصورة؟ ما أدري ما تذكرين كان أكو مصور ويا العائلة؟ لا
لا لا بس الصوة كان يمكن خالي إجا زيارة. أيه. هاي الصورة. وهذا صورة للوالد يعني. نعم. هذا كل شو يعني السيجارة بحلقة. طيب هو عنده شغف وعنده حب، هاي الصورة أيضا مع الوالد. هاي الوالدة. أيه. مع الوالدة. أيه. هو عنده حب لكل أنواع الفنون. أيه. وكان دبلوماسي وكان له مسؤوليات. أيه. أنا قرأت له يقول أنا مو ممكن يعني. يعني ما ممكن شي يقولون افضل شيء على شيء، كلهم اعطيهم نفس الاهتمام. Exactly. وكلهم يعني ما افضل فد. صح. هاي رسوماته بالكاريكاتير، هاي الكاريكاتير سواها وقت ما نقلنا من السويد الى ليبيا. نعم. فهو كان كل مكاتبه كلها بها رسم. نعم. اي مكتوب يدزها لازم مكتوب اكو رسومات. أيه. يعني عليها. هاي مثل يهنيكم بالعيد السعيد، فهو راسم. أيه. انه هاي ان شاء الله. أيه. احنا رايحين. كان يمزح، كانت روحه كلش يعني كلش عندها هاي السنس اوف هيومر والصح نكته دائما دائما كل الوقت. هو يعني البيت هيك ويا الموسيقى ويا الضحك ويا يمثل ونشوفه يرسم يعني. ما شاء الله عليه. طب هو ايش يقول لك عن علاقته باخوه جواد سليم؟ ما كان هوايه يعني، هو طبعا لهم صدمه. نعم. كانت صدمه يعني وفاته، كانت صدمه طبعا، صدمه كبيره يعني. هو يمكن بدايه الاربعينات عمره. أيه 40 أيه 41 توفى. أيه شيء. أيه 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 يعني. فكانت صدمه اتذكر. يعني بس احنا حتى يعني مريم وزينب شفناهم شويه. يعني ما بقوا هوايه بالعراق. نعم. وتركوا وراحوا على انجلترا يعني فتره. حتى قلتي انه حتى هو النصب ما شافه يعني ببغداد انه. طب اليوم انت شنو شعورك وهذا النصب لحد الان؟ هو رمز كبير بالنسبه للعراقيين بالحريه، للكلمه الصادقه. شد نفس الشيء يعني. انا بالنسبه لها هي العراق والعراقيين. نعم. يعني والجهود والمبادره يعني. عرفتي انه راح نضلنا. نعم. نستمر ما نخلي. صحيح الوالد نزار سليم كان له نيه يسوي نصب؟ كان أتذكر بس مو كلش واضح. أتذكر كان ده يشتغل على نصب. نعم. فكان عنده سمول يعني. بس إيش صار بيها؟ وين راح؟ وين ما تعرفين وين؟ يعني أنا قلت إنه هو جمعها من شظايا وكان هو نصب. أي أكو صور عن ال يعني يريد يهدي للجندي العراقي. صح. هو عند يمكن أكو صور إلها حطيت اللي هو حطها بالشال. أيه. وبدا بيها الشغل بس ات نيفر يعني ما تعرفين انت حتى هذا المجسم الصغير وينه؟ لا. هي مو كلش يمكن متر. نعم. توز بيج بس اتذكر انه كان دا يشتغل عليها. وعنده لوحه هاي هذا اللي قبلها اللي هي لوحات الفنان والحرب يعني الوار. أيه. يعني هذا المجسم زين. أيه. هو كان في باله ينبذه، شنو منع ينبذه؟ هل انه هو هذا العائلة دائما كانت أهم. هاي العائلة هاي ايه. رسوماته طبعا. ايه. هاي مثل ما قلنا الكاريكاتير هو. ايه. كان يرسم نفسه وكان هذا الفنان. نعم. والحرب كان وقته ب 73. نعم. وهو راسم نفسه تشوفه. اي واضح. هو بالنص. نعم. كان يرسم كثير؟ وهي يعني أنا أتذكر من صغير يعني وين ما كنا هذا يعني هاي مثل. ايه. هذا كانت لعيد ميلادي هدالي اياها الكارت. أيه. شوي ضحك هاي. أيه. كاتبه حبيبتنا العزيزه. أيه. ريا. وكان وقتها تدرين شباب اهنا وهاي فكان بس هاي انت راسمك بالطريقه هاي. اي اي انا كنت نوتي يعني كنت مشاكسه كثير. فواضح انه هو كل شيء يسويه بنفسه. كل شيء. أيه. هو ايضا هل صحيح انه هو بالفعل كتب ذكريات؟ هو مثل مذكرات. هو كتب مذكرات بس انا ما شايفته. يعني اكو هواي اشياء بعد ما نعمل. واني برايي لازم ينعملوا. يعني هي لان مسوي المسرحيه قلقامش هواي كاتب مسرحيه قلقامش. اي يعني. ممكن حطيت بس هيك نبذه منها. نعم. كل هذول بعدهم موجودين. بس ما يعني كلها مشاريع لم تنفذ. ما يعني كان بباله اي بعدهم باقيين بالصناديق. اي كلها يعني تحتفظون بها. أي. أي. يعني كان في باله انه مسرحيه قلقامش تكون مسرحيه. انا بالنسبه اي يعني انا احب انه تتقدم يعني انا اي بليف انه هذول الاشياء لازم تتقدم. نعم. ولازم تكون تشاركها مع الناس. نعم. ومع العراقيين بالذات. ومع الوضع يعني والكلتشر كله بده يروح. لازم كلها تسترجع. نعم. لازم
الشباب والصغار يعني يعرفون ايش كان وايش صار يعني كلش مهمة. والكتاب اللي يقول انه هو كتاب مذكرات العائلة متعرفين بيه وين؟ هم موست بروبلي موجودين مع اختي بالمانيا. اختك بالمانيا عندها هذا الاهتمام مثلك؟ اتصور اهتمامها هي on a different level يعني. ايه رايحة يعني على غير level يعني. أيه. بس هو شيء يعني فني؟ ان شاء الله. I hope so. يعني هي فني؟ فني لا بس هي عندها اياها كلها وحافظتهم يعني. نعم موجودين. أيه. موجودين عندها يعني. بس انت تتمنى العائلة انه هذه المسرحية أيه. كلها. شو يعني توجهين كلمة اليوم يعني المعنيين بالشأن الفني؟ شو تقولين انه هذه المسرحية تحبين انه هي ترى النور و طبعا انتم مستعدين تتعاونون وياهم؟ اكيد اكيد. قريتيها؟ قريتها ورحت يعني ثرو ات يعني كلها مكتوب وحاضر. نعم يعني ويا ريت تطلع من انا يعني بالنسبه لي تطلع من العراق. يعني انه طيب انت اكيد تروحين لالمانيا يعني والدتك المانيا هاي. ايه؟ هناك متحف برلين اللي هو مشهور. ايه؟ وهناك موجوده مسله حمورابي وموجوده بعض الاثار العراقيه. شو تحسي من اكيد يعني انقهر هاي مال قلقامش اللي اي هاي مال قلقامش اي هاي الاخر فاينل درافت والمطبوعه. نعم. طيب هناك بتروحين شنو الشعور اللي راودك وانت تشوفين هاي؟ انا بالنسبه لي يعني انقهر. تنقهرين؟ اي انقهر. يعني هي واحد يقول ينقهر واحد يقول لا خلي العالم تعرف. اي همينا. بس أنا بالنسبة لي it should be موجودة بالعراق. طيب في مجموعة كتب وكثير أشياء. نجي عليك أنت شلون بديت العمل الفني؟ يعني هسه الآن نشاهد هذا. هي العمل الفني ويدوي. أنت يدوي كلها. يدوي كلها. يعني شوفي أنا اشتغلت يعني تزوجت واشتغلت يمكن 37 سنة. نعم. يعني اشتغلت بالأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسفارات وهيك. بس جيت هنا ما اشتغلت. يعني ايضا رحتي مثل عمل الوالد دبلوماسي. يعني مو دبلوماسي لان يعني كانت مع يعني بعلاقه بس علاقه نفس الشيء يعني نفس الشيء. وبس جيت هنا اكو وحده اعطتني من هاي الشيتس وقالت لي ريا اشتغلي عليها. اعرف وحده لبنانيه يعني صديقه ديانا. فرجعت هنا وصرت اشتغل بيها، بديت بيها كلش صغير. نعم. وبعدين وحده طلبت مني اسوي العرس. نعم. انه شو نقدر نسوي بالشمعه؟ وانا بالنسبه لي نخله. هي العراق. نعم. يعني. فلهذا انت ايه. فهي كلهم هذول. على شكل نخله. على شكل نخله وهي كلها بيدوي يعني. نعم. انا اسويها كلها ما تستعيني باحد يساعدك؟ ابدا. 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 ليش؟ كلها لان هاي بالنسبه لي ذكرني بالعراق. When I'm there يعني تعطيني انه اني موجوده. نعم. فتحبين يعني تشتغليها؟ ايه اشتغلها بايدي. في الفضي وفي في الفضي والذهبي وفي الكوبر. وذاك ال وهيدي سويته وقت ال اندعيت على اساس السفاره العراقيه وكنت مسويت لهم ال تريز. هاي الصينيه. الصينيه اي فسويت لهم هاي كمان. وقتها همينا استعارت يعني في مجموعه هون يشتغلون همينا يدوي. نعم. والهدوم فاستعملوها بالعرض. بالعرض. اي بالشغل. اي بالشغل. في عراقيين يشترون من عندك. اي اللي يعرفون. اي يعني على نطاق الصديقات والشيء. الصديقات والناس. هذا الاشارب ايضا من شغلك؟ هذا اشارب اي وهذا همينا جديد. وهاي يعني احفرها. أي. رسماتي يعني. واطبعهم. أوكي. ان كانت على تي شيرت وهاي مسميتها القصص لان كلنا عندنا قصص. كلها قصص. كلها قصص. كلها من تاريخ العراق تقريبا. اي اللي هي العائله والفاميلي كلها قصص. رسمين؟ رسمين؟ اي يعني هذول رسماتي بس يعني ارسم مثلهم. مثلهم؟ لا ما اصور. نحت؟ انا ما درست الفن. بس انه بس هي انتم هاي فشي متاصل بالعائله يعني كلها موجوده. اي في هاي الصواني ما اعرف مبينه او شيء. ايه احد هذول الصواني. ايه بيها كلها وجوه. كلها وجوه وكلها قصص. وجوه وقصص. قبل كنت اسوي البيوت العراقيه والنخله والهاي شوي شوي طورنا يعني. اوكي وهاي شنو؟ وهذا المهفه.
مو هاي المهفة؟ ايه همينا الله حار الدنيا اليوم شفتي مسويين انذار اوكي هنا بعض الكتب هاي بعض الكتب ل... للوالد هذا وقت ما توفى الوالد نعم كتبه خالص عزمي يعني وفيها هواية يعني من تاريخ بابا نعم هذا واحدة لجواد سليم ودراسة على شغلة لجواد سليم هذا الكتاب كلهم قدم هذول الكتب نعم واضح انه قديمة وهي كتاب كتبها الوالد وهي على الفن العراقي المعاصر اي هذا واحدة من الكتابات المصدر وهي رسم كنا عم نحكي هاي لورنا هاي شغل لورنا مرته لجواد اوكي انت فتحتيها على يعني هي كانت ايضا رسامه وفنانه اعجب بها او هي لانه بعدين عاشرتها وشي لا 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 هي كانت تدرس الفن تعرف عليها تعرف عليها وين بانجلترا وبعدين كملوا بايطاليا تعرفوا عليه في اليوم في زيارات في يعني احنا نسوي سوينا قبل كم سنه ميتنج تسوون مع العائله فاميلي ريونيون نسميها فكنا نجمع اي يعني هذا شو وقت يكون اليوم شو وقت يكون الشهر سويناها مرتين او ثلاثه يعني وبعدين شويه خفت لان الوالده تعبت همينا يعني صارت كبيره طب شو الاحاديث اللي تدور يعني بهذا الاجتماع العائلي كلها ذكريات شوفي كل واحد صار ببلد كل واحد وهي اصور يعني هوايه من العراقيين نعم. يعني اخويا بانجلترا امي بالمانيا اختي بالمانيا واحد بقطر ابن عمي تزوج فنلنديه فهلا هم موجودين بفنلندا نعم فنتجمع وكلنا نحكي بس موجود يعني عبالك تحكون بالذكريات بالذكريات طبعا بالذكريات طيب انتم شو مخططين حتى تحتفظون مثلا او هذا الارث اللي عندكم الاسم جواد سليم نزار سليم شلون انتم ممكن تكملون كان حلمنا اي شو الحلم؟ الحلم كان انه نسوي متحف لبيت سليم بالوزيريه ببيت الاهل نعم. اللي هي سكنت بها عمتي يعني بس بوقتها مع للاسف وقت ما توفت وتوفت أنا أقول لك يعني واحدها كانت بس ما كان ولا واحد قادر يروح وقتها إيش صار بالبيت إحنا ما عارفين لحد الآن؟ لا لحد الآن يعني هاي بعد هاي شغلة ثانية لازم نسويها نعم. بس كنا إحنا عارضيها وإنه البيت تحول إلى متحف انه نهدي البيت للحكومة العراقية بس انت ما عندك اي فكرة no. انه البيت no. بالوزيرية وين؟ هاي بأي no. سنة؟ من اي سنة؟ سنة توفت اذا اني مو غلطانة ب 98 يعني من 98 لحد الان انتم ما تعرفون شنو مصير no. بيت no. هسا انا اقول بلكي رشاد لان رشاد دائما دا يروح على رشاد اخوك اي اخوي رشاد ماخذ على عاتقه مهمه اخرى مهمه اخرى نتكلم عنها اي لا باس انه نعرف الناس انه هو رشاد هو رشاد الفنان ونحات نعم وهو يعني ما أريد أقول آخر واحد بس هو اللي درس الفن نعم. والنحت ويرسم وبينحت وعنده يعني هواية من أعماله بالمتحف البريطاني موجودة كرسومات؟ رسومات ونحت المتحف البريطاني ايه. يعني هو هذا اختصاص الرشاد بس رشاد دخل بالحلم مالته اللي هو؟ هو يعني هو كانت إنه النوح الأرك السفينة طلعت نور. من المسوبوتاميا من العراق ومع هسه طبعا المي والاهوار يعني ف دي يبني هسه سفن دي يسترجع بنايه يعني القفف والسفن السومريه وراح وطلعوا يعني بيها وان شاء الله بالشهر 9 راح يطلع على التايمز بإنجلترا نعم راح يعملوا رحلة بيها نعم إن شاء الله طيب إن شاء الله إن شاء الله نسلط الضوء عليها إن شاء الله سيدة ريا جزيل الشكر يوم لحضورك شكرا وإن شاء الله نلتقي أكيد أكيد لازم مثل هذاك اليوم أنا أشكرك وأتمنى أنه البيت اللي تركتوه الجهات المسؤولة اليوم إذا سامعينا إن شاء الله يعني نشوف شنو أخبار بيت جواد سليم لأنه ضروري يتحول إلى متحف أكيد خاصة انتوا يعني عندكم كل الاشياء محتفظين بها مزبوط ومسرحيه قلقامش للوالد اتمنى ايضا انه
هي وكم مسرحية أكو موجودة. نعم. يعني حتى باليه أكو. مستعدين بالتعاون مع أي جهة؟ أنا بالنسبة لي نعم. إن شاء الله إحنا نأمل هذا. أكيد نأمل أكيد هذا. إن شاء الله إن شاء جزيل الله. جزيل الشكر، يومك طيب إن شاء الله. شكراً وإن شاء الله كل الخير للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. نروح الأغنية العراقية جديدة، شلونك بالأغاني العراقية تسمعيها؟ تسمعين القديمة؟ القديمة وال والجديدة؟ إي يلا اليوم راح نشوف تيسير السفير بأغنيته، أحدث فيديو كليب إلها بعنوان إلا أحبك.